سأتحدث عن العز بن عبد السلام وكتابه شيرة معارف والأحوال. حديثي سيتمحور حول خمسة محاور. المحور الأول هو شخصية العز بشكل مكثف وقصير، والمحور الثاني عن أعمال العز التي كتبها والترابط بينها في رسم ملامح مشروعه، والمحور الثالث حول اتجاه تفكير العز ومجاله كيف يمكن تصنيفه، والمحور الرابع حول النظرية الأخلاقية عند العز بعد السلام، وخامسا أهم المزايا التي تميز بها تفكير العز بعد السلام. فيما يخص الإمام العز بن عبد السلام، هو أحد أئمة الشافعية في زمنه، اشتهر بسبب مواقفه الشجاعة ومواقفه السياسية، معارضته لبعض المواقف السياسية. هو من أصل مغربي، ولكنه ولد ونشأ وتعلم في دمشق. يحكي ابن السبكي، تاج الدين ابن السبكي، عن العز بن عبد السلام أنه رأى في المنام رؤيا. في هذه الرؤيا سئل العز بن عبد السلام: أتريد يا ابن عبد السلام، أتريد العلم أم العمل؟ فقال: العلم، لأنه يهدي إلى العمل. وأعتقد أن هذا المنام سيحدد مسار العز بن عبد السلام. فجميع مؤلفاته تركز على هذا الترابط بين النظر والعمل والعلم والعمل. فتكوينه شمل القرآن والحديث والفقه والأصول وغيرها من العلوم. من أهم أساتذته الإمام سيف الدين الآمدي. الآمدي توفي سنة 631 للهجرة. أهم تلامذته وأشهر تلامذته إمامان كبيران: أبو شامة المقدسي وابن دقيق العيد. والعز في أواخر حياته قيل إنه بلغ درجة الاجتهاد، وكان لا يتمتع بشخصية استقلالية، وهذا يتضح من خلال مصنفاته ومن خلال أيضا بعض آرائه في الفقه وفي غيره التي خرج بها على مذهب الشافعي. أما أعماله فهو عاش أكثر من 80 سنة. خلال هذه 83 سنة هجرية، يعني تقريبا كتب أو له نعرف له 34 عنوانا أو مؤلفا بين صغير وكبير. من الواضح حينما نقرأ يعني نقرأ جميع مؤلفاته، من الواضح أن له عناية واضحة بالقرآن الكريم. فقد كتب تفسيرين، التفسير الأول هو اختصار تفسير الماوردي الكبير، والتفسير الثاني هو تفسير له، وكتب أمالية في التفسير، وكتب عن مجاز القرآن، وكتب عن موضوعات أخرى تتصل بالقرآن الكريم. أيضا له عناية بالحديث، فتذكر كتب التراجم أنه اختصر صحيح مسلم. له رسائل عدة في علم الكلام، وكتب في الفقه والأصول عدة كتب، من أشياء مثلا كتاب الغاية في اختصار النهاية. اختصر في هذا الكتاب نهاية المطلب، الموسوعة الضخمة للإمام الجويني، وكتب القواعد الأنام في مصالح القواعد في القواعد الكبرى، وكتب القواعد الصغرى، اختصر فيه القواعد الكبرى، وكتب الإمام في باب الأحكام، وكتب له فتاوى وله مقاصد الصلاة وله مقاصد الصوم إلى آخره. الآن هذه الكتب أيضا كتب له كتابات أخرى من الصعب تصنيفها لأنها محل جدل، كيف نصنفها في أي مجال، في أي حقل من الحقول. مثلا اختصر كتاب الرعاية للمحاسبي، الرعاية لحقوق الله للمحاسبي. طبعا الكتاب الرعاية في التصوف أو أداب الصوفية، وله كتاب شجرة المعارف والأحوال الذي نتحدث عنه. الكتاب هو كتاب شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، وله رسائل أخرى في بيان أحوال الناس يوم القيامة وفوائد المحن، ورسالة في القطب والغوث والأدل. هو ينتقد هذه الفكرة ويقول أنها غير موجودة، لا وجود للأبدال والأقطاب التي يؤمن بها بعض أو فريقا كبيرا من المتصوفة. هذه المصنفات عامة تعطينا
أهمل التفكير اللي لازم نعمل سلام والمجال الذي يتحركوا فيه. من الواضح أنه طبعاً الانشغال بالعزم عبد السلام ليس جديداً. يمكن لي أن أصنف الانشغالات بشخصية بعمل وشخص العزم عبد السلام في أربعة اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاهتمام بشخصه، شخصية العز، خاصة مواقفه الثورية تجاه الحكام. ولذلك سنجد بعض الكتب بالعربية منذ ستينيات القرن الماضي تتحدث عن العز بصفه سلطان العلماء أو بائع الأمراء أو غير ذلك من المواقف الثورية التي مارسها العز عبد السلام. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني، هنالك من اهتم بالعز فقيها بصفة العز عبد السلام تحديدا، وخاصة القواعد والمصالح، فكرة القواعد الفقهية والمصالح والمقاصد، بوصفه أحد كبار منظري فكرة مقاصد الشريعة أو أحد الكبار الذين مهدوا طريق الإمام الشاطبي لكتابة مقاصد الشريعة والتنظير فيها. الاتجاه الثالث أن اهتم بالعز بوصفه مفسرا وكتاباته في القرآن وطريقته ومنهجه في فهم النص القرآني والكتاب عن مجاز القرآن وعن مقاصد القرآن. هو كتب له خصص خاتمة طويلة في كتابه مجاز القرآن للحديث عن مقاصد القرآن الكريم، وهي فكرة مبكرة نجدها لدى العز بن عبد السلام. الآن الاتجاه الرابع هو اتجاه اهتم بالعز بن عبد السلام بوصفه ممثلا بما اسماه الأخلاق الإسلامية الخالصة، لأنه من الصعب جدا أن نجد أي مؤثرات أجنبية داخل تفكير العز بن عبد السلام، لا يونانية ولا فارسية ولا عربية حتى. فالمكون الرئيسي الذي يصوغ أو المصادر الرئيسية التي يصوغ منها تفكيره الأخلاقي هي نصية، ولذلك وضعناه في هذه الجلسة المتعلقة بالنصية. هذا الاتجاه الأخير مثله أنه اعتبار العز بن عبد السلام ممثلا للأخلاق الإسلامية الخالصة، مثله محمد عبد الجابري الذي تحدث عن العز في هذا السياق. الآن الجابري، انتقادي على الجابري في طريقة قراءتي للعز بن عبد السلام مرتبطة بأنه انتقى فقط بعض انشغالات العز وحطه بها. فمثلا ركز الجابري على صلته بالماوردي والمحاسبي وفكرة المصالح، وبالتالي ليثبت عزوفه عن فكرة التصوف، وليثبت أن كتابي قواعد الأحكام في مصالح الأنام وشجرة المعرفة والأحوال أنهما كتابات الأخلاق حصرا، وليس في الفقه والأصول، وليس في الزهد، وليس في أي فن آخر. ليقول إنه أحدث، إن العز أحدث قطيعة جذرية ونهائية مع اتجاهي الدمج بين الموروث الفارسي والعربي والإسلامي كما هو لدى العامدي ومسكوي والماوردي، واتجاه أسلمة الأخلاق اليونانية كما هو لدى الراغب الأصفهاني بحسب تصنيف الجابري طبعا. لكن هذه هي قاصرة من عدة نواحي لا مجال للتفصيل فيها الآن. أهمها أن العز مثلا انشغالاته أوسع من ذلك بكثير، فكما قلت أنه لخص تفسير الماوردي وكتب تفسير وكتب في مشكل القرآن وفي مالي، لخص نهاية المطلب في الفقه، لخص كتاب الرعاية لحقوق الله، كتب في موضوعات إبداعية تعكس تصوره المتعدد التخصصات الانتردسيبلينري فيلد. وأعتقد أن العز يمثل، إذا كنا سنبحث التراث الإسلامي عن شخص يعبر عن فكرة الانتردسيبلينري تعدد التخصصات، فهو العز بن عبد السلام. هذا تعدد التخصصات من خلال عدة كتب للعز، أهمها ثلاثة كتب أو أربعة كتب: الإمام في بيان الأحكام، والقواعد، قواعد الأحكام سأشير إليه دائما باسم في هذا العرض باسم القواعد أو القواعد، والشجرة المعارف. أيضا عندما أتحدث عن الشجرة فأعني شجرة المعارف والأحوال، والكتاب الرابع هو مجاز القرآن. في هذه الكتب الأربعة الرئيسية، طبعا الكتب أخرى أيضا يظهر فيها هذا، ولكن هذه الكتب الرئيسية
تظهر طريقته في التصنيف في العلوم بوصفها متعدد التخصصات وكيف يتلاحم بعضها مع بعض وكيف يتداخل بعضها مع بعض من دون فصل. تصوف أيضا واحدة من الإشكالات التي وقع فيها الجابري أنه نفى عنه التصوف، بينما تصوف العز بن عبد السلام راسخ في مؤلفاته، وسوكي تحدث عن هذا أيضا، وكان له صحبة مع السهروردي في دمشق، في وكان يبدو أنهما كانا صديقين، وحينما هاجر إلى مصر اتصل بأبي الحسن الشاذلي شيخ الطريقة الشاذلية أيضا، رغم أن العز لم يكن يتبع طرق الصوفية، ولكنه كان على صلة بالتصوف كما هو واضح، وكما قال عنه، كما واضح من سيرته، وكما هو واضح من بعض مؤلفاته، وكما هو واضح من أيضا صلاته. فالعز في رأيي كما قلت هو نموذج لهذه الكتابة متعدد التخصصات التي تصل بين تخصصات عدة وتصلها في بوتقة واحدة وفق تصور نظري واحد يتجلى فيه الترابط والتداخل بين المجالات، بين المعارف الإسلامية، الباطن والظاهر، الأحكام والآداب، الفقه والتصوف، الفقه والأخلاق والأصول أيضا، الفقه والكلام. هو يربط بين كل هذه المجالات ويتجاوز هذه الثنائيات، ايضا يربط بين النظر والعمل كما قلت، لا يوجد انفصال بين ما هو نظري وما هو عملي لدى العز كما يتضح من كتبه. ايضا حينما نبحث في رؤيته عن المعارف الاسلاميه نجدها مؤطره برؤيه اخلاقيه، فالرؤيه الاخلاقيه تحكم كل المجالات التي يتحدث فيها او يؤلف فيها، لان المعارف على تنوعها عند العز بن عبد السلام هي من اسباب الفضائل ومن باب الفوز بالسعادة. ولذلك أتحدث لاحقا عن مفهوم العرفان عند العز بن عبد السلام. فإذا لأجل هذا أعتقد أن رؤية الجابري للعز بن عبد السلام رؤية مجتزأة، وعلى عادة الجابري هو يصنع صناديق ويضع فيها الناس ويكرههم على الدخول في الصناديق التي هو ينشئها، فهي لا تعبر عن طريق عن تفكيره هو، لا تعبر عن اكثر مما تعبر عن الاشخاص الذين كانوا. الان انتقل الى المحور الرابع، وهو لماذا يندرج كتاب شجره المعارف والاحوال ضمن الاخلاق النصيه. لعده اسباب. السبب الاول انه ان كتاب شجره المعارف والاحوال شديد الاعتناء بالقران الكريم، حصيت له أنه استشهد ب 111 سورة من القرآن من أصل 114 سورة من القرآن، بمعنى أنه لا تكاد أن هناك ثلاث سور فقط في القرآن لم يستشهد بها في الكتاب. طبعا هناك هائل من الآيات القرآنية في الكتاب. استشهد في الكتاب ب 640 حديثا نبويا، وهذا رقم كبير يعني بالنسبة لمثل هذا الكتاب. فإذا هو يعبر بدقة عن الأخلاق النصية. هنالك بعض الفصول في الكتاب لا تجد فيها تعليقا للعز، وإنما هي عبارة عن آيتين أو آيات وحديث، وليس له تعليق إلا عنوان الفصل الذي يضعه للفصل. فإذا هي أخلاق نصية بامتياز، هذا الكتاب يعبر عن أخلاق نصية بامتياز. وثمة يعني وهذه طريقة في الاستشهاد الكثيف بالنص القرآني والحديث النبوي نجدها في عامة كتبه، يعني كذلك يفعل بالإمام في كتاب الإمام، كذلك يفعل في كتاب مجاز القرآن، وفي غيره من الكتب أيضا. لما قلت سابقا من أن النص القرآني مركزي في تفكير العز بن عبد السلام. تفكير العز يتمحور حول الطاعة والإيمان، يعني الطاعة والإيمان مسألة مركزية ومحورية في تفكير العز، وهي مسائل لا يمكن إلا أن تتمحور حول النص، لأنه حينما نتحدث عن طاعة وإيمان فمعنى ذلك أننا لا يمكن أن نخرج خارج حدود النص، مرجعية نص سواء كان قرآنا أم حديثا. وكان العز نفسه شديدا على البدع، وكان معروف له مواقف مشهودة في هذا الموضوع، وأيضا له تنظير في مفهوم البدعة و بسامح للأحكام الخمسة لن أخوض فيه الآن.
الآن تكوينه الفقهي أيضا أنه هو مارس الفتوى والقضاء، وكان أحد أئمة المذهب الشافعي الكبار، نجد عنه نقلا كثيرا في كتب المذهب الشافعي، وفي كتب الفقه عامة أيضا، وليس فقط في المذهب الشافعي. فلأجل هذا بتكوينه الفقهي لا يمكن أن يتحدث إلا، وتكوين الفقهي محصور أو منضبط بفكرة الأدلة والتعليل، بحث عن الأدلة والتعليل. من هنا والأدلة أساسها وأصلها هو القرآن والحديث النبوي. أنتقل إلى المحور الخامس والأخير، النظرية الأخلاقية اللي عزمنا عليها. النظرية الأخلاقية لعزنا عليه السلام في تقديري تتسم بسمتين أساسيتين. السمة الأولى هي أنه كما قلت سابقا جمع تخصصات عدة، الفقه والأصول، أصول الفقه والتصوف السني المستنبط من النص القرآني والحديث النبوي، وعلم الكلام ثيولوجي والأدب. فإذا هو جمع خمسة فروع في تصوره في للأخلاق، لما نسميه اليوم نحن الأخلاق. هذه الأولى لنظرية العزم عبد السلام. السنة الثانية أنه جمع بين التصور النظري المتماسك والتطبيقات العملية. يعني مثلا مساحة التنظير، مساحة القسم النظري في كتاباته جدا محدودة ومكثفة، في حين أن أغلب كتبه تبحث في الأمثلة والتطبيقات. يعني هو يوجز في حينما يتحدث عن العلم النظري، ويتوسع جدا في الأمثلة والتطبيقات، أحيانا يتحدث عن 30 مثالا، عن 35 مثالا مثلا لمسألة. فهو يكثر جدا من الأمثلة، باستثناء ربما كتاب واحد وهو كتاب الإمام، الأمثلة فيه قليلة. أما مع ذلك فعامة كتبه تكثر فيها الأمثلة جدا. هاتان السمتان تسمان نظرية الأخلاقية لعزم عبد السلام. الآن فيما يخص المحاور الأخلاقية التي يعالجها العز بن عبد السلام، أعتقد أنه في تصنيفي لها يمكن أن نتحدث عن خمسة محاور أخلاقية كبرى لنظرية العز بن عبد السلام. هذه المحاور هي أنه يتحدث الغايات القصوى الألتيميت جولز، يتحدث عن الأحكام الأخلاقية المورال جادجمنت أو الفاليوز، يتحدث عن الفضائل الفيرتشوز أند فايسز وأسبابها، ويتحدث عن مراتب الأفعال وتنوعها، ويتحدث عن الخير والشر والمنافع والمضار والمصالح والمفاسد. الخير والشر والمنافع والمضار والمصالح والمفاسد تبدو مترادفة في الترمينولوجي في المعجم، في معجم العز بن عبد السلام، هي شيء واحد أو متداخل على الأقل. فهو يعني بالخير أو المنافع أو المصالح يعني شيئا واحدا، وهو اللذات وأسبابها والأفراح وأسبابها، ويعني بالشر والمضار والمفاسد أيضا شيئا واحدا، وهو الآلام وأسبابها والغموم من الغم وأسبابها. فإذا هذه هي المحاور الكبرى للنظرية الأخلاقية في تقديري لدى العلم عبد السلام: الغايات، الأحكام، فضائل، مرات الأفعال، الخير والشر. ولا يمكن نجد نظرية أخلاقية لا تعالج هذه المساحات أو الموضوعات. يتضح من الكلمات المفتاحية، أنا أحصيت الكلمات المفتاحية في معجم العز، فيمكن أن ألخصها الكلمات المفتاحية عند العز التي توضح لنا رؤيته الأخلاقية في الفضائل، السعادة، العرفان، الطاعة، الإيمان، الأحوال، إصلاح القلوب، المصالح. فهذه كلمات مفتاحية يمكن لنا أن نفهم تصور العز بن عبد السلام من خلالها. لأن أفصل في هذه النقاط سريعا من خلال أربع نقاط. النقطة الأولى هي أنه سريعا أنه الإنسان هو يفاضل بين التفاضل بين الموجودات، ولكن اللافت للنظر هنا أنه معيار التفاضل عند العز هو الصفات والفضائل. الآن يمكن للإنسان أن يكون أفضل من الملائكة، ويمكن أن يتساوى مع الملائكة، ويمكن أن يكون أدنى من الملائكة.
بحسب الصفات التي يتحل والفضائل التي يتحلى بها. بالتالي فضل الإنسان وإنسانيته مبنية على كونه كائنا أخلاقيا. الآن إذا كان سلوكه والصفات التي يتحلى بها غير أخلاقية فسينحط عن درجة الإنسانية إلى درجة الحيوانية. فإذا الكائن إذا كان ميزة الإنسان في التصور اليوناني أنه حيوان ناطق أو عاقل، فميزة الإنسان عند العلم عليه السلام أنه حيوان أخلاقي. الآن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه الفضائل والكمالات عند العلم عليه السلام. الفضل عند العلم عليه السلام أو الفضائل تنحصر بالكمال، في أوصاف الكمال. والكمال الperfection هذا، وهذا يذكرنا بالحديث، حديث بعض المتصوفة وحديث أيضا بعض فلاسفة اليونان حول الإنسان الكامل، الperfect human being، اللي هو الكمال عند العلم عليه السلام يقوم على مسألتين أساسيتين: تحصيل المعارف والطاعات والأحوال، المعارف والطاعات والأحوال، والأفراح واللذات. الأفراح واللذات، نتذكر جيدا أن الأفراح واللذات هي المصالح عنده. فإذا بالمعارف والمصالح باختصار هما طريقا تحصيل الكمال عند العلم عليه السلام، المعارف والمصالح. المعارف طبعا تستقود إلى الأحوال، والمصالح التي هي أفراح ولذات وأسباب الأفراح وأسباب اللذات. واللذات هنا طبعا ليست هي اللذات الدنيوية فقط، يعني هي أوسع من ذلك بكثير، بما يشمل لذات الآخرة. والسعادة تحصل بتحصيل الفضائل، وأعلى هذه الفضائل هو العرفان. فالعرفان عند العلم أعلى من الإيمان، العرفان عند العلم. والسعادة يقول فلا سعادة أصلح من العرفان والإيمان وطاعة الرحمن، ويقابل السعادة أيضا الشقاوة. طبعا من الفضائل عند العز عليه السلام، الفضائل لها انواع، صفات مثلا داعية للخيور جمع خير، العقول من الفضائل، العلوم المكتسبة من الفضائل، والعلوم المكتسبة هي انواع ايضا يكثر من التشعيبات والتشجير هو والتنويع في كتبه، وهنالك انواع كثيرة داخل العلوم المكتسبة يذكرها هو. فإذا كل هذه فضائل، وهذه أيضا لو قرناها مع الفضائل عند اليونان أو عند مسكويه مثلا وغيره، سنجد أنه هنالك خلاف. هو لا يتبع التصور اليوناني ولا التصور الفاسف المسلمين للفضائل، وإن ربما تقاطع مع بعضها أو مع أجزاء منها. الآن المسألة النقطة الثالثة، وهي أنه المعارف والطاعات والأحوال. الآن المعارف كما قلنا معرفة الله وصفاته أول واجب على الإنسان بعد النظر. فإذا يجب على الإنسان أول واجب بعد النظر، النظر العقلي طبعا، هو أن يعرف الله وصفاته وأسماءه. والعرفان يستعمل هنا، يكثر جدا من الحديث عن العرفان، وأحيانا يتحدث عن معرفة. فهل هنالك فرق بين المعرفة والعرفان لديه؟ لا يوجد ذلك. والعرفان هنا يذكرون بالمصطلح الصوفي، ولكن العرفان عند ابن عبد السلام يتمحور حول الذات، معرفة الذات الإلهية والصفات والأسماء وأنواع أخرى من المعارف، ولكن النقطة المركزية في العرفان هو معرفة الذات والأسماء والصفات. فإذا الأخلاق عند العلم عبد السلام تتأسس على مفهوم مركزي أيضا، هو التخلق بالأسماء والصفات، بأسماء الله وصفاته. وهذه فكرة محورية في عدد من كتب العز بن عبد السلام. شجرة المعارف، كتاب شجرة واحد منها وليس الوحيد، نجد هذه الفكرة متواترة في كتبه، القواعد وفي الشجرة وفي بيان القرآن وفي غيرهما من رسائل أيضا، وفي رسالة في أنواع التوحيد في علم الكلام أيضا يتحدث عن نفس الفكرة، ولكن بطرائق مختلفة بحسب الموضوع، بحسب المجال، الفيلد الذي يتحدث عنه، بحسب المجال أو التخصص الذي يتحدث عنه، بحسب موضوع الكتاب. هو يعيد تكييف الفكرة وبناءها ويعدل فيها ويطور، يفصل أحياناً ويوجد أحياناً بحسب موضوع الكتاب الذي يبحث فيه. كتاب الشجرة مثلاً، ماذا يعني بالشجرة؟
يعني مثلا أصل الشجرة هو معرفة الذات الإلهية، وفروع الشجرة هو معرفة الصفات الإلهية والأسماء والصفات، وثمار الشجرة هو التخلق بصفات الرحمن بحسب الإمكان. يعني وهذا ما يطلق عليه آداب القرآن، وهي آداب مستنبطة من النص القرآني فقط والحديث النبوي، ليس بشيء آخر، بدليل ما ذكرناه سابقا من كثافة النص القرآني والأحاديث النبوية التي يستشهد بها. فإذا مما يؤكد أن العرفان يقود إلى التخلق عند العز بن عبد السلام، أنه قال مثلا فلو عرفه عباده حق معرفته لن يحتاجوا إلى ترغيب ولا ترهيب، ولو عرفوا نصحه لهم وبره إليهم لم يقتصروا إلى أن يحثهم بمدح الأفعال عليها ولا يزجرهم بذمها عنها. إذن إذا عرف المعرفة تقود إلى الحال أو الأحوال، والأحوال تدفع إلى التخلق من دون حاجة إلى أوامر ونواهي، وإنما سيبدأ الأمر الإنسان بنفسه أن يتخلق وأن يتعظ وأن يزدجر وأن من دون حاجة إلى خطاب مباشر. يعني هو يضرب مثلا لو أنت على معرفة تامة بشخص مثلا لشدة معايشتك له، ستعرف ماذا يحب وماذا يكره دون أن يعبر. هذه هي الفواء التي تولدها المعرفة، والمعارف تتنوع أنواعا، معرفة ذات الله وصفاته ويجب لها، معرفة الأوامر والنواهي هي جزء من المعارف، معرفة الأحكام أحكام تصرفات العباد هي جزء من المعارف من شجرة المعارف هذه، معرفة الأحوال الناشئة عن المعارف كالخوف والحياء وغيرها والتوكل إلى آخره، ومعرفة لذات الآخرة أيضا جزء من المعارف، ومعرفة أدلة الأحكام جزء من المعارف، ومعرفة ما يلتزم الأحكام وأدلتها أيضا. وغير ذلك يعدد في كتبه المتنوعة، على جماعة المعارف من كتبه المتنوعة ولا يشوف في واحد، هي أنواع كثيرة كما قلت، ولكن أعلى هذه المعارف هي معرفة الذات الإلهية والأسماء والصفات، هي في الدرجة الأولى ومقدمة على الإيمان، لأنه الإنسان هو لخاصة في حق الخاصة، والإيمان والاعتقاد في حق العامة في تصور العز بن عبد السلام. النقطة الأخيرة وهي أنه المصالح عند العز بن عبد السلام، المصالح هو يستعمل المصلحة هنا المصالح بالمعنى الأخلاقي العام، لا يتقيد بالمفهوم الفقهي الأصولي، وإن مفهوم مصلحة هنا لديه يحمل معنيين أساسيين، معنى المنفعة والنفع، ومعنى البنفيت، ومعنى الصلاح الجودنس، معنى الصلاح. فالمصلحة من النفع ومن الصلاح، وهي أوسع من فكرة التصور المادي للمصالح والمنافع، بل هي تشمل مصالح أخروية ومصالح دنيوية ومصالح أخروية ودنيوية معنى. وكل واحد من هذه المصالح، كل نوع من هذه المصالح له مصادره الخاصة. يعني مثلا المصالح الدنيوية عند العز مصدرها التجارب البشرية والعقل، المصالح الأخروية مصدرها فقط النص القرآن والحديث. ولها درجات طبعا متنوعة، واللافت النظر وهذا أنه يقول إن الطاعات كلها مشروعة لإصلاح القلوب وإصلاح الأجساد ولنفع العباد، بمعنى أنه يدرج مفهوم الطاعات كلها تحت عنوان المصالح الكبير، هذا العنوان الواسع، لأن الطاعات كلها إنما شرعت لأجل إصلاح القلوب الباطن وإصلاح الجسد ولنفع العباد في الدنيا والآخرة. وبالتالي طبعا ولا يمكن إصلاح الجسد إلا بإصلاح الباطن أو القلب، فصلاح القلب هو البداية لصلاح الجسد، وصلاح القلب والجسد هو البداية لتحصيل المنافع الدنيوية والأخروية. فالقلب هو مركز عبد السلام، وأحكام الله كلها مصالح وهي نصائح. نقطة أختم بها وهي أنه
إذا كنا نعرف تصور اليوناني أن اليونان، فلاسفة اليونان تحدثوا عن ميكانيزم، عن آليات صدور الأفعال عن النفس من خلال القوى الثلاث الغضبية والشهوية والناطقة والعاقلة، فإن العز يتحدث عن تصور مختلف تماما، لأن هذه القوى، أولا هذه القوى لا تذكر في كتب العز بن عبد السلام، لا يطلع على الإطلاق ولا يعتمدوها، وإنما يتحدث عن أن المعارف تولد أحوال، والأحوال والمعارف، المعارف تولد أحوال، والمعارف والأحوال مع بعض تولد قصود، يعني intentions، نوايا وقصود، قصد. والنوايا هذه تولد أفعال وأقوال. فإذا هذا التصور الذي عنه يتولد أو يتولد الصلاح ويتولد الأفعال، فإذا هو تصوره لهذه الآلية لآلية صدور الأفعال عن النفس متداخل مع بعض، بين المعارف تقود إلى الأحوال، والمعارف والأحوال تقود إلى النوايا والقصود والعزم، والعزم والقصود تولد أفعال وأقوال. وبالتالي كل هذا يجب ضبطه في إطار الفضائل والمعارف المتنوعة التي أشرت إليها سابقا. فإذا أختم بهذا، وأعتقد أنه هنالك كلام كثير يمكن أن يقال عن العز بن عبد السلام، ولكن أعتقد أن هذا يكفي وأنني أطلت ربما. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور مستاذ. I see a question in the chat from Reza Akbari, and he's saying it seems that the name of the book tells us many things about the metaphor. الشجرة الطيبة. فالأحوال تكون كأصل الشجرة، والأعمال والأقوال تكون كالثمرة. الثمرة لا تكون صالحة إلا إذا كان أصل الشجرة سالما. فاصل الأخلاق عنده الأحوال، وبعد ذلك تأتي الثمرة الصالحة التي تكون الأقوال والأعمال. فعلى الإنسان أو المعلم أن يقوم بإصلاح الأحوال للأقوال والأعمال، لأنهما توأمان مع الأحوال. هل تعتقد أن الكتاب له يعني تسمية لها مغزى معين؟ أكيد شرحت أنا ما المراد بالشجرة في تصور العز، وهو طبعا متشبع بالنص القرآني حتى النخاع، يعني وهذا واضح جدا في كل كتبه في عناية. وأعتقد أيضا الآن فقط ملحوظة صغيرة جدا، لو رجعت إلى تفسير العز بن عبد السلام الخاص به، ورجعت إلى تفسيره الذي اختصر فيه كتاب الماورد، تفسير الماوردي الضخم، لن تجد إبداع في هذين التفسيرين. أنا أعتقد يعني كلاهما لا يعبر عن شخصية العز بن عبد السلام، وأنا أعتقد أن هذين التفسيرين هما مجرد كأنه فعلهما لنفسه، يعني للتذكرة فقط، للمذاكرة وليس للناس، لأن شخصية الإبداعية والاستقلالية التي ابتكر فيها موضوعات لم يسبق إليها أحد هي كتب أخرى، الإمام والمجاز، مجاز القرآن وشجرة المعارف وكتبه الأخرى أيضا. Okay, thank you. شفيقة تفضلي. شكرا جزيلا دكتور عمر، وشكرا كثير دكتور معتز. أنا بس سؤالي بخصوص طبعا الكتاب، كتاب العز بن عبد السلام يبدو ذا هيكلة أصولية، يبدو ذا رؤية أصولية، يعني غلبت عليه الصنعة الأصولية في تقرير الأخلاق وكرؤية نظرية. أنا أبحث صراحة أسأل عن مدى تأثر السبكي، قلتم إنه لقي شهر وردين، وحتى السبكي يقول إنه لبس الخرقة وأخذ عنه، هكذا يقول لبس الخرقة وأخذ عنه، فإلى أي مدى تلبسه بفكر السهروردي اللي هو صاحب حكمة الإشراق كان موجودا في هذه الرؤية الأصولية الشديدة الإحكام؟ هو تأخذ عن السهروردي الآخر وليس صاحب الدين، شهاب الدين صاحب حكمة الإشراق. نعم، أي فصاحب عوارف معرفة،
يعني الحكمة الإشراق، فلسفة الإشراق بشكل عام. هو صاحبه ولا أجد، لا أجد ذلك الأثر الكبير، لأنه إلا التصوف، واضح أن تصوف العز مختلف تماما عن التصوف الآخرين، عن التصوف الصوفية يعني، لأنه النص مركزي عنده. يعني مثلا صاحب عوارف المعارف السهروردي يتحدث عن أن أخلاق الصوفية مثلا مبدأها، يتحدث عن هكذا أخلاق الصوفية مبدأها بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأوسطها في أعماله، ونهايتها في أخلاقه. فإذا مركزية شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كموديل، كنموذج، عند الصوفية واضحة جدا، نجدها مثلا عند الشهروردي، ونجدها عند التعرف في كلابابي إلى مثلا التصوف يتحدث عن هذا المعنى أيضا شبيه به. فإذا بينما عند العز شخصية الذات الإلهية وأسماؤها وصفاتها مركزية في كل كتبه مثلا، هذه واحدة من الأشياء. مفهوم العرفان عند الجماعة الصوفية متصل بالكشف والكشف الأساسي والمعرفة الباطنية، بينما عند العز العرفان شيء مختلف في تصور، في فهمي له طبعا، هو لا يصرح هذا، ولكن لن تجد عنده أي ذكر للكشف مثلا. أنكر الغوث والأبدان والأقطاب والقصص هي مثلا أنكرها في له، ينكر، كان له فتوى ينكر فيها رقص الصوفي، يقول هذا لا يفعله إلا قليل العقل مثلا، يعني قالوا هذا يليق بالنساء مثلا، تمام. رغم أن بعض الكتب التراجم أظن الصوفي مثلا يحكي عنه أنه كان في حضرة بعض المصوفة وكان يقرأ أظن الشري، فقام يرقص في الحلقة. أنا أعتقد أن هذا الخبر غير صحيح، لأنه لا يمكن أن يحكى عنه هذا الفعل ويقول أنه هو قليل العقل، لا يفعله إلا قليل العقل، يعني ما في اتساق يعني. ففي هذه الحالة أرجح قوله على ما حكي عنه، لأنه يقول هذا بوضوح وبلهجة شديدة أيضا. وأين يقول هذا؟ يقول هذا في القواعد الفقهية، في القواعد الأحكام. فإذا هو واضح ضمن البناء تبعه أنه هو يرجو عن تصور متماسك. نقطة أخيرة، وهي أنه لماذا في آخر عمره لم يكن يتقيد بمذهب؟ أنا تقديري أن العز صاحب تصورات نظرية ومبتكرة، فهو يؤسس لنفسه نظريات ويمشي فيها إلى آخره، يطرد بها. فإذا قال بقاعدة كلية مثلا، فلا بد أن يتسق مع نفسه فتؤديه إلى تطبيقات. فإذا تصادمت بعض التطبيقات مع المذهب الشافعي، سيترك المذهب ويلحق تطبيقات الأساس الذي قرره. مثلا هو يرى أن الأنبياء أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأن المسألة مرتبطة بالعلاقة مع الله في الطرفين، بينما ولأسباب أخرى طبعا يفضل الأنبياء، لأنه بسبب المعارف التي تلقوها، فإذا هم أفضل. الإنسان يمكن أن يفضل الملائكة أيضا إذا حقق الفضائل، فهو يضطرب لأنه اعتبر أفضل الفضائل هي المعارف، وأفضل المعارف هي معرفة الذات والصفات والأسماء والتخلق بها، وهذا غير متاح للملائكة لأنه غير مكلفين، ولأنه غير ليس يعرفون الذات ربما الإلهية، ولكن ليس لديهم هذا التخلق، نوع من التخلق، لأنه ما في عنده تكليف. فلذلك فضل البشر على ليس كل البشر إذا تحققوا بهذه الصفات. مثلا اضطرد، أسس قاعدة كلية واضطرد فيها مثلا لما قال أنه الأخلاق أو الثواب والأجر والثواب لا يتحقق إلا بما عن فعل الكسبي to acquire an action، أو على الآثار المنبنية على الصفات الجبلية. الآن لما جاء إلى مسألة مثلا مثل وقوع المصائب، قال إنه بعض الجهال يظنون إنه بمجرد وقوع المصائب يحصل ثواب للمؤمن، سماهم جهال. ليه؟ لأنه وقوع المصائب ليس الكسب فيها كإنسان،
يحصل كسبي حينما أصبر أو أشكر أو أرضى أو، فهنا يحصل الكسب فيحصل الثواب. بينما مذهب الشافعية نفسه هو أنه أن الثواب يحصل بمجرد وقوع المصائب، فسماهم جهال، ولذلك كتب الشافعية في المذهب يردون عليه في هذه المسألة، وبعضهم يقصر ربما عليه في هذه الجزئية لأنه سماهم جهال. فهو قاعدة ومشى عليها فطرد. فمعنى أنه لم يكن يتقيد بمذهب أنه يضع أصول النظرية ويطرد في تطبيقاتها. دكتور محمد، في هناك سؤالان. السؤال الأول من السيد باول هيك، وهو يقول: هل تتميز الرؤية الأخلاقية للعز كما وصفتها عن الرؤية الأخلاقية لأبي حامد الغزالي، ومن أي ناحية إذا كان الأمر كذلك؟ نعم، تختلف من عدة نواحي. الناحية الأولى أنه المعرفة، يعني أبو حامد الغزالي واضح أنه اعتمد مصادر متعددة، وجزء من مصادره يوناني، كما نجد في ميزان العمل، كما نجد في إحياء علوم الدين، كما نجد في كتبه الأخرى أيضا. يعني أبو حامد مثلا يقر فكرة القوى النفس هذه والحديث عنها وتفاصيلها، يحدث عن الفضائل عند العز عند الغزالي مثلا هي الفضائل اليونانية، إلا أنه يطور عليها، يضيف عليها. هنالك فضائل، يقسم الفضائل إلى أقسام الغزالي. هناك فضائل دينية هي يبتكرها الغزالي من خلال النص القرآني والحديث النبوي، ولكن الفضائل الأخرى العقلية هي فضائل يونانية. إضافة الغزالي هنا في الفضائل الدينية وليس الفضائل العقلية. بينما العز لا نجد لديه أي مؤلف أخرى غير النص القرآني والحديث النبوي. حتى في المصطلحات التي يعملها لديه هذا الترمينولوجي الخاص، هذا المعجم الخاص به، والذي يعتمد أساسا على النص القرآني بشكل أساسي. من جهة الأحكام مثلا، هو يوسع مفهوم آيات الأحكام عند الفقهاء مثلا، فيذهب أبعد إلى أبعد مدى ممكن عن التصور الفقهي والأصولي. يعني مثلا لو رجعنا إلى كتاب الإمام في بيان أدلة الأحكام، سنجد أن مفهوم الأحكام مختلف تماما عن آيات الأحكام لدى الأصوليين. أصوليون قالوا، الغزالي واحد منهم، الغزالي قال أنه آيات الأحكام في القرآن هي 500 آية من كل النص القرآني اللي هو 6600 وشوية، يعني بعض الآيات. طيب العز يقول إنه القرآن كله موضع للأحكام، وعلى هذا الأساس مشى في كتاب الإمام، فيوضح أن الأحكام تستنبط من كل نص، ويضع خطاطة. لا أريد أن في بعض التقسيمات التقنية ربما صعبة على الترجمة الآن، فلكن عموما هو يبني أحكام على القصص القرآن، على القصص القرآني، على المواعظ، على المحبة، على الأثر المترتب على الفعل، على التعبيرات الأخرى المرتبطة أن الله يحب شيئا فهو يبني حكم على هذا لأن الله يحبه، على أن الله يكره شيئا، على أن الله يمدح فلانا لأن المدح مدح الفاعل أو مدح الفعل أو مدح أو بيان الثواب المترتب على الفعل أو بيان العقاب المترتب على الفعل. كل هذه الصيغ يتوسع جدا فيها العلم، يذكر حوالي 30 صيغة يستنبط منها الحكم من النص القرآني، وبالتالي كل القرآن صح مادة لاستنباط الأحكام، لأنه بل يذهب أبعد إلى مدى أبعد من تصورات الفقهاء الأصوليين حينما يتحدث عن المكلفين والأحكام المكلفين وأحكام الملائكة وأحكام الرسل، بينما الفقيه الأصولي يتحدث فقط عن أحكام المكلفين، وحينما يتحدث عن أحكام المكلفين يتحدث فقط عن أحكام الظاهر، بينما العز في الإمام في بيان أدلة الأحكام يتحدث عن كل هذه المساحات، أحكام الظاهر والبطن، عن الصيغ المختلفة، لا يقتصر على صيغ الأمر والنهي بل يتحدث عن صيغ أخرى، صيغ الخبر، عن صيغ المدح، صيغ الذم، صيغ الثناء إلى آخره. شكرا جزيلا دكتور محمد، إذا سمحت لي يعني أطلب منك، يعني في هناك أسئلة كثيرة، فيعني إذا كان ممكن الاختصار. السيد أشرف علي
هو he has raised the same question about Al-Ghazali, but he would like to know, can you please comment on the methodology that Al-Ilm recommends to arrive the معرفة? What is the role of the علم, الكلام, كشف, etc.? العلم عشان doesn't talk about كشف at all based on to the best of my knowledge because he relied only on the scripture as I said. So and I already clarified the difference between him and methodology of Al-Ghazali. إذا السيد تهامي بشير يتساءل كتاب شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأفعال حقق كل من إياد خالد الطباع وأحمد فريد المجيدي وحسان عبد المنان فأي التحقيقات أفضل من وجهة نظرك؟ هل يمكن لكتاب الشجرة ردم الهوة بين الفقهاء والمتصوفة؟ وكيف يمكن تحويل الكتاب إلى دليل إرشادي مقاصدي في مجالي الأخلاق والعقيدة؟ أحسن طبعة للكتاب هي طبعة الطباعة وهي طبعة علمية دقيقة. الطبعة الأخرى فهي غير علمية. كتاب الشجرة نعم مشروع العز بن عبسام كله يتجاوز التفكيرات والحقول المتباعدة هذه لأنه يجسر الفجوة بين الفقه والتصوف ويجسر الفجوة بين الظاهر والباطن ويجسر الفجوة بين الفقه والأخلاق ويجسر الفجوة بين الكلام والفقه ولذلك صار كل هذه العلوم في تصورات متماسكة يعني في القواعد مثلا يتحدث عن فقه وأصول وتصوف مضامين فقهية وأصولية وكلامية وصوفية وهذا الكتاب اعتبر عدة حد كتب المؤسسة لعلم القواعد الفقهية والأصولية بينما مفهوم العز للقاعدة مفهوم أوسع من المفهوم الفقهي للقاعدة. Okay. Mr. Reza Akbari asked the question. I think you were discussing with Dr. Shafiq about it, but can you repeat it for him again? There are two versions under the name of Sahrawardi. Is he the writer of Hikmat al-Ishraq or the writer of Awarif al-Ma'arif? I think you can you please just confirm. The one who wrote on Awarif al-Ma'arif. Okay. The one who was killed. ليس السهروردي المقتول وإنما السهروردي صاحب عوارف المعارف. جميل. دكتور عمر فرحات يتساءل عذرا إذا إن كنتم قد ذكرتم ذلك في بداية المحاضرة هل كان وجوب النظر ومعرفة الله عند العز بن عبد السلام مصدره العقل أم الإعجاز؟ كما تعلمون كانت هذه المسائل الخلافية المحورية بين الأشاعرة والمعتزلة السابقين عليه وشكرا لكم. العز له مؤسسة يبدو فيها قريبا من المعتزلة له مسائل الآن هل هو معتزلي؟ بالتأكيد ليس معتزلي هو أشعري ولكن حينما يتحدث مثلا عن أن المصالح الدنيوية مصدرها العقل تعرف العقل والتجارب البشرية فهم منه البلقيني أحد أئمة كبار أئمة الشافعية لاحقا بعد 200 تقريبا البلقيني مات 805 للهجرة فهم منه أنه يقترب من مذهب المعتزلة هنا ولا أظن ذلك مثلا حينما قد يلتقي مع المعتزل في بعض المسائل المفردة مثلا حينما اختصر تفسير الماوردي اتهم بالاعتزال فالماوردي يعتني بذكر أقوال المعتزل كثير فلما جاء العز أنا تتبعت العز في اختصاره ماذا يفعل في المسائل التي يعلق فيها على المعتزلة لا يبدو أنه يميل هو يذكر الآراء أيضا يذكر الآراء التي ذكرها الماوردي فلا يبدو أنه متحيز لها يعني ولأنه يرد على المعتزلة في مواضع أخرى أيضا بصراحة في مسائل فإذا هو ليس معتزلا هو يذهب كما ذهب الأشاعرة أنه أول واجب على المكلف النظر العقلي طبعا بعض الأشاعرة هو ليس كل الأشاعرة ولكن بعد النظر العقلي لأنه في هذا هو مثل الغزالي وبعد النظر العقلي يقول إنه المعرفة هي هو أول واجب معرفة الله وصفاته. شكرا جزيلا. دكتور رجاء بهلول يريد أن يطرح السؤال بنفسه تفضل. هل من الممكن أن تفتح الميكروفون إذا سمحت؟
اوكي، دعني اسالك بالاول عن طريقه الوصول الى الميكروفون من اجل طرح الاسئله، لاني حاولت امس جاهدا ما فيش واليوم مشكله. ايضا يعني انت حضرتك لو كتبت يعني تريد no, if you write in the chat we will connect you immediately. If you see a raised, yeah, you can see a raised hand, and then you know that somebody wants to answer, to ask a question. Yeah, okay. طيب سؤالي صديقي وزميلي العزيز الدكتور معتز هو كالتالي، وكما يعرف أنا يعني قادم من خلفية فلسفية وليس بوسعي التخلص منها يعني تماما عندما أستمع لأحاديث متعلقة بالأخلاق في سياق يعني ديني أو كلامي أو فقهي أو أي شيء من هذا النوع. فأنا الآن عندما استمعت إليه يقول عن العز أنه مثلا يريد أو يطلب أو يرى أنه يتوجب على الإنسان أن يتصف أن يتخلق بصفات الله وأسمائه. يعني لم أستطع مقاومة الإغراء بالسؤال، طيب هل لهذا الموقف دكتور معتز هل استخلصت منه أي يعني تبعات في منطقية أو أنطولوجية متعلقة يعني بهذا القول؟ فمثلا التخلق بصفات الله، إذا كان الله مثلا يتصف بالرحمة يكون الإنسان مثلا يعني رحيما في تعاملاته مع الناس و يعني إلى آخره. وهل يعني ذلك سيمنطيقية من ناحية سيمنطيقية أن العبارة لها نفس المعنى عندما تنسب إلى الذات الإلهية وعندما تنسب إلى الإنسان، طالما أن الله رحيم والإنسان أيضا رحيم؟ وأيضا ماذا عن الأنطولوجيا القابعة وراء ذلك؟ هل نفس الصفة موجودة في الله وفي الإنسان؟ يعني أسلم من هذا النوع، هل هي في الخلفية أو تماما غائبة؟ أتفضل. هذا سؤال جيد دكتور رجاء. فكرة التشبه بالله، فكرة التشبه بالله طالما أنت تحدثت عن الفلسفة، هي موجودة لدى أفلاطون. أفلاطون يتحدث عن التشبه بالله وهي فكرة مركزية، ولذلك كثير من فلاسفة المسلمين المتصوفة كالغزالي وغيره أيضا تأثروا بهذه الفكرة، فكرة التشبه بالله، على اعتبار أن الله هو مصدر الأخلاق التصور الأفلاطوني والأرسطي. فلكن المتصوفة طوروا هذه الفكرة. الآن العز، ما الفارق بين العز وغيره كالغزالي مثلا؟ لأنه عندنا ليترشر ضخم وغني حول فكرة الأسماء، أسماء الله، شرح أسماء الله الحسنى، والمتصوفة لهم كلام طويل من العربي إلى الغزالي مرورا بغيرهما في شرح أسماء الله الحسنى. الآن لما جاء مثلا هذه الفكرة المركزية في النص القرآني، هو لا يعتمد على أفلاطون ولا الفلسفة اليونانية في هذه المسألة، وإنما يعتمد على النص القرآني. كيف؟ الآن يشرح هذا معنى توشيهيكو إيزوتسو لما جاء بعد ذلك وكتب، كشف لما درس النص القرآني منطقيا دلاليا، درس خطاب القرآني، خطاب الأخلاق القرآني، فتوصل إلى خلاصة أنا أعتقد أن العز كان سباق إليها في القرون، وهي أن مركز القرآنيك موراليتي، الأخلاقية القرآنية، هي أن قائمة على الذات الإلهية، بما أن الله عادل فعليك أنت كمكلف أن تكون عادلا، بما أن الله رحيم فعليك أن تكون رحيما، تتخلق بخلق الرحمة، بمعنى أن تتشبه بالذات الإلهية، بالصفات الإلهية وليس بالذات، بالصفات الإلهية بقدر الإمكان. فكرة قدر الإمكان هي مهمة جدا هنا، ويتحدث عنها العز بحسب الإمكان يقول. الآن العز واعي أيضا أن هنالك صفات للإله لا يمكن التخلق بها، جبار
ماذا يتجبع الناس؟ طبعا. فلذلك يقسم الصفات الإلهية، الأسماء والصفات، إلى أقسام: ما يجوز، ما يمكن التخلق به، وما لا يمكن التخلق به، غير ممكن، الأمر مش ممكن، تمام؟ الإيجاد مثلا، الخالق، أنا مش خالق، خالق بمعنى ما، ولكن مش خالق بالمعنى الإلهي. الآن ثم يأتي إلى ما يمكن التخلق به، يعني في وسع الإنسان يتخلق به أنطولوجيا. الآن ما يمكن التخلق به ينقسم إلى قسمين: ما يجوز التخلق به أخلاقيا كالرحمة والعدل إلى آخره والتواضع، وما لا يجوز التخلق به كتكبر، جبار، تكبر، متكبر إلى آخره. هذه فكرة يتقاطع فيها مع الإمام الراغب الأصفهاني. الإمام الراغب الأصفهاني في تقديري أنا مات في القرن الخامس الهجري، وليس في السادس، أعتقد في أوائل، في النص الأول من الخامس. يتحدث الراغب عن نفس المعنى بحسب نعم، لكن أنا سؤالي أنه التخلق هذا هل يتأتى من خلال تحقق الصفة إياها الخالق والمخلوق، وإنما صفة مشابهة، صفة قريبة، ما العلاقة السيمنطيقية؟ العلاقة هو المعني. نعم. والآخر التي تنجم عن هذه الصفات، لما لأنه تحقق الآخر، يعني الرحمة واحد، يعني قصد معنى الرحمة واحد لكلمة رحمة، الرحمة معناها لها معنى واحد. في حالة الخالق والمخلوق، أن يوجد فيك بعض الصفة لا يعني أنك تساوى في ذات الموصوف في كل صفة مع الموصوف. يعني وجود رحمة الله ووجود رحمة فيك لا يعني أنكما متساويان في الصفة، لأن كل واحد منكما يتحقق بالصفة بالقدر الذي يليق به يعني المعنى ليس مختلف، وإنما مقدار أو الانتنسيتي الخاصة ب يعني تحقق الصفة، يعني كأن يكون شيء مثلا مضيء بشكل مطلق وشيء آخر يكون مضيء ولكن ضياءه مثلا ثابت، فبتصير بهذه الصفات نسبي بحسب كمالك أنت البشرية. نعم. طيب. لأنه سيورطك هذا مفهوم آخر، هو التشبه، ليس كمثل شيء. أوكي. دكتور. أنت وضع في هذا المعنى. أعتقد. شكرا جزيلا دكتور رجاء. أعتقد هناك يعني تعليق من دكتور تهامي ونقل في الجلسة أعتقد. وطول يقول أيضا هنا شيئا. السيد تهامي بشير يقول: The problem of elite in every era is downloading their ideas to the field of application. So how can we turn the book of الشجرة into a guide for my purposes in the field of ethics and beliefs؟ يعني هو الآن يعني قام بتناول هذا الموضوع من وجهة نظري، وكيف لنا أن نحيله إلى علوم الأخلاق. يعني لست بارعا في تحويل هذه المسائل إلى guidelines، يعني عملية إنه كيف، ولكن أعتقد إنه هذه يعني هو نفسه ما يقدمه العز، يعني كما قلت، لأنه هو يتحدث مثلا في كتاب عن الإحسان، مفهوم الإحسان وتطبيقاته الفقهية وغير الفقهية، لأنه مفهوم الإحسان مفهوم أخلاقي أصلاً. بعض الفقهاء والمفسرين حاولوا أن يأخذوا الإحسان إلى يفسروا الإحسان بمفهوم الفقهي، إنه هذا الواجب والإحسان هو المندوب، هذه ترجمة فقهية للمصطلحين، بينما المصطلحان أخلاقيان بمعنى أنهما يركزان على الكواليتي وليس على الكوانتيتي. من خلال دائما يضرب أمثلة عملية
هي تطبيقية، يعني هو guidelines نفسه، لا نحوله إلى guidelines. هناك تعليق من السيد باول هيك يقول: It sounds like the discussion of Al-Ghazali across various of his works, where one can share a divine attribute in terms of its ethical meaning, but not in terms of its ontological status. يعني هنا التركيز على المعنى الأخلاقي وليس الوضع الأنتولوجي. يقول ذلك. السيد محمد حصحاص، أهلا بك سيد محمد في إيطاليا. يسأل ويقول: Is it the contemporary Taha Abd al-Rahman the closest to Al-Izz, though it is Al-Jabri who promoted Al-Izz to a high level of Islamic ethics of public good or maslaha for the same public good? How political is Al-Izz and he does not care, or he does not care about political at all and focuses on the individual as does Taha Abd al-Rahman? And I think he's referring to your joint work together. ايه اعتقد انه هلا كان في ذهني هذا السؤال، انه ايهما اكتشف العز قبل الاخر. نحن لابد انه شيء، لان مثلا سنه 93 كتب عندما كتب مثلا الشيخ احمد الريشوني كتابه عن نظريه مقاصد الشغل، لم يكن يعرف كتاب الشجره لأنه ما كان مطبوع في هذا الوقت المبكر. ولكن الجابري اعتمد على طبعة المحققة لاحقا، وأعتقد هي طبعة إياد طبع فيما بعد. فلا أعرف من اكتشفه قبل الآخر، ولكن فيما يخص طه تحديدا، أنا أعتقد أنه فكرة أن الإنسان غير أخلاقي وأن هذا ما يميزه، هذه فكرة عزية بامتياز. وماذا عن الجوانب السياسية؟ وهنالك أفكار عند طه عبد الرحمن هي موجودة عند الغزالي وموجودة عند ابن تيمية، ولكنه لا يصرح بها. هي في المرجعيات الخفية عند طه. وهل كان العز عبد السلام سياسيا أيضا؟ العز كان في ممارسته سياسيا، ولكن في كتاباته ليس سياسيا. في ممارسته نعم، لأنه كان له نشاط سياسي وتعرض للاضطهاد، أفتى بأنه لا يجوز للأمراء المماليك أن يكونوا أن يلي. كان هنالك استئساد من قبل أمراء المماليك في مصر، في مملكة مصر، على السلطة، وكانوا متنفذين وكان أصلهم أتراك. فهنا أصدر فتواه بأن هؤلاء مماليك ولم يتحرروا بالوسائل الشرعية، فنودي عليهم في الأسواق فبيعوا، وحتى كسبوا الحرية وفق المعايير الفقهية. أيضا في دمشق مثلا انتقد السلطان الصالح الأيوبي، إسماعيل أظن كان اسمه، أفتى بأنه لا يجوز شراء السلاح، بيع السلاح الصليبي. كان هذا السلطان في دمشق كان متحالفا مع الصليبيين، حتى سلمهم صفد وسلمهم الصحيفة أو الشقيفة أعتقد، وسلمهم بعض المناطق تلك جزء من التحالف لأجل حصوله على السلطة، لأنه كان يتصارع مع ابن عمه. فهنا أصدر العز بن عبد السلام فتوى وانتقده، فهنا عزله السلطان من كل مناصبه، فهاجر إلى مصر بعد ذلك سنة 639 للهجرة. شكرا جزيلا دكتور محمد. أعتقد I think we should finalize this session. Thank you so much for this illuminating talk. And the floor to the colleagues in Doha. أستاذ روان تفضلي. شكرا دكتور. نذهب معكم الآن إلى استراحة لمدة 15 دقيقة. أنا نعود إن شاء الله الساعة 4:10. شكرا لكم جزيلا.